وللوقوف على آخر مستجدات كارثة قاعة الأعراس في الحمدانية بمحافظة نينوى، ينضم إلينا عبر الهاتف من نينوى الصحفي عبد الله الفراجي. حياكم الله أستاذ عبد الله. بداية، لو تطلعنا على آخر المعلومات وجهود الإنقاذ وإجلاء المصابين من موقع الحادث، وهل كانت على مستوى الحدث الجلل؟ أهلا بك يا أخي العزيز، وأهلا بمشاهدي قناتكم الكريمة. بداية، لا تزال محافظة نينوى ومدينة الموصل وسهل نينوى بالأخص في الصدمة منذ صباح اليوم، منذ صباح الباكر، حيث استمرت سيارة الإسعاف بنقل القتلى والمصابين إلى مستشفيات الموصل. العديد من مستشفيات الموصل غصت بالقتلى والجرحى جراء هذا الحادث الأليم. أعداد القتلى تقريبا أصبح 130 أو 140، يتجاوز 150، نظرا لأن العديد من الحالات هي خطرة وحرجة، حالات حروق من الدرجة الأولى والدرجة الثانية. المستشفيات نينوى، المستشفى الجمهوري ومستشفى السلامة والكرامة، غصت بالجرحى والمصابين، جثث في كل مكان كما قال تقريركم آنفا. مستشفيات كردستان، خصوصا مستشفيات أربيل القريبة من الحمدانية، بنيت بعض المستشفيات بنيت بالقتلى والجرحى، جرحى هذا الحادث الأليم. وأيضا بعض مستشفيات الهوك، خصوصا القريبة من حدود الهوك باتجاه منطقة الحمدانية ومناطق سهل نينوى. عمليات الإجلاء، هل انتهت عمليات الإجلاء سيد عبد الله؟ نعم، انتهت صباحا باكرا انتهت، لكن لا زال هناك العديد من المفقودين، أهاليهم يبحثون عنهم منذ الصباح الباكر. دخلوا كل المستشفيات، مستشفيات كردستان ومستشفيات الحمدانية والمراكز الصحية في الحمدانية والمناطق المجاورة ومستشفيات نينوى، ولم يحصلوا عليهم. لا يزال هناك فريق تابع للدفاع المدني يرفع حطام السقف الثانوي الذي سقط جراء الحريق. يقال عدد من المواطنين هناك يقولون ان العديد من الجثث تكدست او ربما احترقت او ذابت تحت هذا الحديد، خصوصا ان النار اشتعلت في اكثر من 3 أو 4 أو 5 ساعات استمرت مشتعله. يعني هنا أريد أن أسألك أستاذ عبد الله، هل من معلومات جديدة حول تفاصيل ما حدث بالضبط في هذا العرس وأدى إلى هذا الحريق؟ العرس لرجل وشابة، الفتاة من نفس المنطقة، منطقة الحمدانية. العرس لمسيحيين من أهالي منطقة الحمدانية التي تذبح إلى منطقة سهل نينوى. المدعوين كانوا أكثر من 1000 شخص. القاعة تسمى قاعة الهيثم الملكية للمناسبات والأعراس، صاحب القاعة لا يزال هاربا في إحدى مدن كردستان العراق ولم يقبض عليه إلى الآن. طبعا الداخلية تقول، أو بيانات وزارة الداخلية، داخلية بغداد، الحكومة المركزية ومحافظة يقولون أن إجراءات السلامة كانت غير ملائمة لهذه القاعة. القاعة مغلفة بالسلين، وقوف الثانوية للقاعة مغلفة بالسلين والألفوبون السريع الاشتعال. بعض المدعوين كانوا قد جلبوا معهم ألعاب نارية ومفرقعات للاحتفال بزفاف أقاربهم الذين كانوا مدعوين في عرسي. هذا أدى هذا إلى احتراق سقف القاعة وانهيار سقف القاعة التي متكونة أو مصنوعة من مواد سريعة الاشتعال. نعم، إجراءات السلامة هو فساد، هو أيضا نرجع إلى قضية الفساد الموجودة. إجراءات السلامة لن تكون كافية، لن تكون على قدر المسؤولية. نار شبت، انتشرت بسرعة كبيرة. هذه الأعداد، نعم أستاذ عبد الله، هذه الأعداد الكبيرة من الضحايا حقيقة، ما هو السبب وراءها؟ ألا يوجد أبواب لربما أو مخارج للطوارئ؟ ألم يكن متاحا للمدعوين الخروج بسرعة عندما تبين لهم نشوب حريق؟ القاعة القاعة تحتوي على مخرج واحد فقط هو للدخول والخروج. القاعة ليست بجديدة لكنها صممت على عجل للأغراض التجارية غير مصممة هندسيا للطوارئ.
الحريق هذا ادى الى هروب الناس وتجسسهم في الباب الامامي، الباب يبعد عن منصه العروسين ربما 40 الى 50 مترا. الكثير من الناس وكثير من المواطنين هرعوا للهروب من الباب، الى الباب الرئيسي والوحيد، هو الوحيد الباب، خرجوا خصوصا مع بدايه الحريق. لكن عندما شب الحريق وانتشرت النيران في كل القاعه، حوصر الناس داخل القاعه، وبعض الاجساد غابت وبعض الاطفال غابوا في هذه النار، خصوصا انها كانت نار عاليه جدا وقويه جدا. ادى الى انتحار بعض الجثث خصوصا جثث الاطفال. الدفاع المدني، الوضع العراقي عثر على العديد من حاجيات الاطفال ولم يعثر على الاطفال، لا يزال هناك كما اسلفنا العديد من الجثث او العديد من الاشخاص مفقودين. نتمنى اذا يعني الشفاء العاجل لجميع المصابين، وننقل تعازينا وتعازي القناة لأهالي المصابين. كنت ضيفنا عبر الهاتف من نينوى الصحفي عبد الله الفراجي، شكرا جزيلا لك.